السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوعنا حلو يا جماعة الخير. اليوم أبغى أسوي شو؟ أفكر أسوي قطار شوي معقد، زين، وبياخذ شوي وقت، بس أظن إن إحنا عندنا وقت، أنتم متابعين، أهم شيء إنكم مستمتعين، زين. فبنسوي قطار شوي معقد، بخبركم كيف، زين. من مش فيصل عباد، لا، من بوشان لطهران. هاي لازم اغير اسمها، صح؟ خلنا نشوف، خلنا نفكر. فكروا معي شوي. اوكي، بنسميه ذا جنرال سيتي. ذا جنرال مدينة كاملة. هو طلب مني في الكومنت على فكرة ذا جنرال راد، إنزين. بنسوي قطار شوي ضخم، نوعا ما ضخم، مش نوعا ما، قطار ضخم، يعني بيكون له يعني حجم طيب، بس أباه يمر هني ويوصل لين في مدينة هني بعد. ممكن نسوي قطار بعدين، بس أباه يمر بوشان، بغير اسم على حد، ويمر فيصل عباد، ومن نفس المحطة تنزل لمنو يوكوهاما، ونبغى نكبر مدينة ذا جنرال. خلنا نشوف الكومنت، منو كاتب كومنتات. اشكرك محمد صاحي، محمد صاحي، بسميها صاحي، محمد صاحي، صاحي، اتمنى اني قلت الاسم صح، وانا اسف اذا قلت غلط. انزين، بنبدأ نسوي قطار، بس القطار هذا بيسوي شوي اختصارات، لان عندنا فلوس الحين. طبعا اهم شيء واحد يكون عنده فلوس، لأن عندي فلوس أبغى أمرر القطار من سيدة، مرة سيدة، بس بعد يكون وايد غالي ترى، ما مو مشكلة، بنمرر سيدة. انزين، شوفوا أول شيء في فيول هنا، واو، كيف ما شفت أنا هذا قبل؟ إذا بنسوي سكة قطار هنا، معناه ليش ما نسوي سكة أكبر هنا وتصير مدينتين، مدينة هنا وتمر على مرة واحدة منه مدينة أحمد طه. أنزين، خلنا نبدأ القطار. أول شيء خلنا نبدأ، لأن الوضع وايد بيطول، وأنا أقولكم بنسوي وهذا شغلانة طويلة. أنزين، خلنا نسوي قطار بو اتجاهين. أنزين، قبل لا أكمل في القطار، وايد شو بسوي؟ بسوي شوارع على أساس أن المدينة أقدر أسوي فيها مواصلات على راحتي، في براميل بترول هنا، يا سلام. أنزين، على اساس اقدر اسوي فيها شو، ما اعلم، مو مشكله، مواصلات دائريه مثل ما تقولون. زين، هذا لازم نحصل له حل، بنوصله في شارع ثاني، لان هذا بيجي من، اذا بناخذ من هذا بترول لازم نحوله اويل، ما في مكان نحوله اويل، فما اعلم، مو مشكله، بنهدم الشارع هذا، ما نحتاجه. هذا بيستوي جسر، اوكي، ولا ممكن اسوي القطار جسر، لان القطار بيمر كذا مكان وبيحتاج، لا، بسوي الشارع هذا جسر. انزين، خلينا نحط الشارع ونسوي جسر. هنا شوفوا، هنا يبدا شوي اللعبه نوعا ما تسوي لكم مثل ما تقولون، مش تعقيد، لا، تخطيط. هي اقدر اقول تبدون تسوون تخطيط، لان يوم تكبر المدن بعدين ما في مجال انه والله تبون شيء بطرق وايد مختلفة، بس من الممكن ان تحسبون حساب من قبل على اساس هاي سبيد. احنا حطينا تو لين هني، بنحطي اول لين يمر من وين، من هني، شوفوا، لهالسبب سويت جسر عشان ما تعب عمري. انزين، بنحط القطار يمر من هني ويروح دايركت هني، وفي قطار ثاني عندنا بيروح هني، بعدين بيفترق منه، بيلف على منو، مدينة أحمد طاهر. منزل الحين الجزء الصعب أني أسوي جسر ضخم، يعني إذا أسوي جسر بالطريقة هاي كم بيكلفني؟ مكلف، صح؟ بس مكلف في نفس الوقت زين، يعني إذا أسوي جسر يمر من تحت، الصراحة يمر من تحت سفينة يكون حلو. صبر، لأن شوفوا أقدر أشوف الأخضر، أيوة، أقدر أخلي مكان حق منو،
حق السفن تمر. خلنا نرد ناخذ غلط. خلونا نرجع ناخذ من هني وننزل شوي. طبعا هذا المشروع اغلى من حياتي استوى. ننزل شوفوا بنحط قطار هني لين ينزل على منو على الارض بالطريقه هاي. هذا قطار ما في مزح على فكره. وايد كلفنا المشروع اكثر كم مليون. زين خلنا نميل الخط لين هني على اساس ان شكله يكون حلو. بعدين نسوي لنا طريق لين هني ب 94,000 واللي هو ولا شيء بالنسبه للي دفعناه الحين. شوفوا الحين صار عندنا. خلنا نشيك على المياه اللي نقدر نبحر فيها. ايوه سفن تقدر تمر مهني بدون اي مشاكل. بنحتاج سفن لان عندنا الاويل هني يستوي ونبى نسوي بلاستيك. يمكن مش يمكن مفروض ان نسوي بلاستيك صراحه لان ما سوينا بلاستيك نحن الحين. بس خلونا ناسس بعدين نسوي مواصلات بشكل لا الشارع تعبان بيكون بالطريقه هاي. خلنا نسوي بالطريقه هاي. خلنا نمد الشارع. هذا خله هني مو مشكله. هذا مكان على الاقل مش مخرب الدنيا. انزل وبنحط محطه قطار لان هذا بيلف الحين بيلين هني صح. محطه القطار على وين بحطيه؟ على البحر لان ابى اسوي هذا معبر مثل ما تقولون معبر ترين باسنجر حق ثلاثه اظني تو ماتش ولا خلو اربع عشان تكون نوعا ما معتدل. انزين هذا القطار الحين بيكون شوي في تعقيد يعني اذا ما تركزون معي الحين دين اخر الحلقه شوي بيزعل. انزين خلنا نسوي منحنى حلو على اساس القطار ما يخف وايد من سرعته. نسوي بالطريقه شو هاي. افكر مبدئيا اسوي قطار واحد للمدينتين بس احس وايد وقت بياخذ فاحس اني ابدل بين القطارات احسن. ما ليش سويت محطه كبيره هنا؟ خلينا نسوي مواصلات على اساس يبدأون الناس شو يستوي فيهم يتحركون شوي شوي. الناس تتحرك زين. وبنسوي هنا ترام 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 ترام. احب الترام يا جماعه الخير والله. يعني مش ترام هذا الخايس لا 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 ترام مال السكه هاي. انزين ابى احط محطه ترام اساسيه هنا واللي هي ابى اعدل عليها. ليش ابى الترامات هني يدخلون ويطلعون من الصوب. شوفوا خلنا نشوف هل الفكره هاي تشتغل ولا ما تشتغل. اكسس ستريت ابى الناس تدخل من هني. احس الطلع بيكون اسهل. اخ بس على البوزيشن خايس. زين عيل اذا السالفه كذي شو بسوي؟ بجيب الترام هني بوقفه بالطريقه. مشكلة ابا يكون مقابل منو محطة الباصات. خلنا وقفه هني اوكي وبعدين ندخل في كستمايزيشن كونفجر نسوي له. ما اعرف اذا اقدر احول هاي الترام ترى للحين. الحين ابى استكشف. زين ابى احول هذا هني مدخل وابى اكبر الترام نفسه. زين شوفوا ترام ابى يكون بالطريقه هاي محطة شي طولية كبيرة يعني. زين ابى الترام يدخل من هني. شوفوا الحين لا هذا يطلع يدخل من هني بيطلع من صوب الثاني. زين الحين خلينا نرجع للشارع ستريت. نرجع نبني مثلا ترام لا من الوسط بيكون مدخل حلو صراحة. يدخل من هني يطلع من وين؟ هني والناس تقدر تمشي. شوف الخطة ما اعرف مدى فعاليتها بس خلينا نشوف الحين. خلينا نشوف هل اصلا راح يستوي اصلا. شيء غلط. انزين ايوه يستوي نايس اوكي ممتاز وايد اوكي. الحين سوينا محطات ترام. بتشوف بس من وين يدخل يطلع. اذا في حال يطلعون بالعكس مو مشكله بنغير المخرج والمدخل. انزين اول شيء خلينا نحط لنا محطات وقوف وقفات. انزين اثنين ثلاثه اربعه خمسه
طبعا اهم واحد عند ال... ليش انا عندي محطه كامله هنا بعد؟ ليش بحطي وقفه هنا؟ خلاص انا حاط المحطه حق شو؟ سؤال سؤال حق شو حط محطه انا؟ انزين هاي واصله كل مكان، واصله كل مكان. انزين بنسوي خط بنعرف اذا شغال عدل ولا لا. خلني نحط الخط على هذا، اوكي. بعدين هذا نايس نايس نايس، بعدين هذا، بعدين هذا، بعدين هذا، اوكي. وايد حلو وايد حلو. ما بغير اسم المدينه صراحه، ما تو ترام، اوكي. الحين اوه انا شو اسمه هني ما يرمي الاسم، اوكي. الحين رمي الاسم صاحي ترام. ترام اوكي. ترى شوي بندخل في امور يعني نوعا من انواع الصدعتي، بس عادي يعني اموركم طيبه صح. خلاص خلاص عارفين اللعبه انتوا. الحين هذا بنحطيه، نقدر نحطه هنا ما عندنا مشكله، بس احس ما له داعي، احس انه يكون نوعا ما مكان هني كذا بيخرب علي سكه الخطر. ابى يكون نوعا ما جزء من التصميم الصراحه. اوكي بيمشي وضعه، ما بيمشي وضعه، خلنا نحطه هنا. اوكي هني اربع ترامات يكفينا، اربعة او خمسة، خمسة خمسة بنحطيهم في صاحي ترام. وين صاحي ترام؟ ايه في شيء غلط في الوقفات. زين خلنا نشوف ترام ستوبس، صاحي ترام ديبوت. زين هذا يحطي كباص اكيد، مشكلة يعني في الشارع. هذا معناه في شارع على الحين عندنا مشكلة فيه. أيوة بالضبط في شارع كان في مشكلة. انزين هذا صحيح ترى. أوكي والحين بوصل القطار لين يجمعون الناس لمنو؟ لصديقنا هذا اللي راح يسوي محطتين لمنو؟ لهني. شوف يعني هني شو بسوي؟ خلنا سكر الشارع. قلت لكم مشروع شوي معقد، يعني شوي يعني شوي شوي بعقدكم معي. زين وقف ترام هني، ترام هني، ترام هني، ترام هني، ترام هني. اوكي وابا هذا ليش وايد يطول؟ خلينا نختصر الطريق. بلف الترام يسار يمين، اوكي ما عندنا مشكله. بنحط قطار هني باثنين. زين على البحر طبعا. زين بمد الخط الاول السريع اوكي بالطريقه هاي. هذا طبعا طف كسر، بعدين بتفاهم وياه اسوي جسر اي شيء، بس بحاول ابعد هذا على اساس اقدر اسوي جسر. زين بسوي درب بالطريقه هاي. زين وبسوي طريق جاي من وين؟ لها محطة، محطة لحظة كم محطة هني؟ محطة محطتين لا ثلاثة أربعة. انزين شوف الخطة، آخر محطة هاي بتروح سيدة أوكي الطريقة هاي، وبتلف وين؟ على القطار هذا، مش على القطار لكن جنبه. شوفوا خلني هني لين نسوي لنا سكة دبل جنبه. يا سلام ترى بالموضوع شوي بيكون مش في تعقيد على كثر ما فيه ترتيب، لأن إذا خليت كل قطار بروحه 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 ما بخلص، لأن هاي الأمد إذا متجمعات صوب واحد أرمى أمد من فوقهم شو جسر، بس بالوضع الطبيعي ما أقدر. زين بس محتاج اني اسوي قطار وايد صعب هني، بس الباص يوديهم المحطة الرئيسية. باص 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 باص
زين عاد خلنا نحط المبنى هني بقطارين زين بنسوي له باص. اوكي الحين الصعب اني شو اني انا احطي. اوكي وايد حلو الطريقه اللي هي في الشارع. زين صعب اني احطي قطار يروح كل المحطات ولا ديبوت يودي كل المحطات، هذا يكون شويه صعب لان انا اذا اسوي لفات بينها. انا قاعد اسوي نظام ديبوت مش وايد مهم طبعا. زين خلنا نسوي ديبوت هني، نفرض ان هذا بيروح من احمد طه. زين خلنا نسوي خط اول شيء، خط خلنا نعرف احنا شو قاعد نسوي. اول شيء نسوي خط من هني لين وين؟ لين هذه المحطة. اوكي سووها على لين غلط، لحظة. اوكي سبعة لازم احذفه لاني ما دقيت نيو لاين، الجنرال لازم احذفه لان خربت الترام. لازم ادق نيو لاين، واللاين يدي من ذا جنرال هذا اللين تو صاحي هذا اللين. اوكي نسميه ترين جنرال اختصار تو صاحي. اوكي انزين المفروض اسوي يمكن صاحي بس ما عليه ترين. اوكي بعدين نسوي لنا قطار باي فيهيكل ابا شيء زين ستيم الكتريك الى اخره. اوكي بناخذ مش اكبر شيء هذا وايد بعد شلون الخط برتقالي بسوي نقطار برتقالي عاد هني تعقيد شوي دشينا وعلي وبنحطي باسنجر هذا كم يشد 20 كم سرعته 100 نايس بع 5 100 120 11 مليون زين وبنحطيه على جنرال تصاحي خله يطلع. اوكي هذا بيبدا يسوي فايده الحين لان احنا نبدا شوي نشبك هذيل الجماعه هني. ابى احطيهم في ديبوت واحد بس ما ابى احطي اكثر من ديبوت صراحه، ابى اجرب اسوي مجمع. انزين فخلنا نسوي ديبوت ولا مخرج بالطريقه هاي. ما ادري اذا انتم قابضين وياي لان الموضوع قاعد يستوي شوي في نوعا ما من الشربكه، مش انه يعني شيء وايد معقد ما تقدرون عليه تفهمونه. ونقدر نطلع خط من هني لين وين؟ هني يرجع مرة ثانية داخل. اوكي طلع خط من هني لين هني وترى بأنقل البضائع الحين قريب عن طريق شو؟ ساعدوني هذا من هني لين هني. اوكي واهم شيء اشاره انه ما يطلع في العالم. زين اشاره انه ما يطلع في العالم ونبغى اشاره انه يقدر يترياهم العالم، يقدر يتريا العالم وهو طالع. نحط اشاره ما يلف على حد واشاره ما يلف على حد. زين نايس قام يستوي عندي شوي اشكال لان قاعد اسوي ها مش توفير تكلفه على اني قاعد اجرب بالصدق. انزين هذا شوف يوكوهاما والله اسمها حلو. اوكي بنضيف خط جديد من صديقنا هذا الترين الى فيصل سيتي. انزين هذا بنسميه صاحي لا ترين قلنا صح ترين صاحي تو فيصل. انزين صاحي تو فيصل الحين بنسوي له قطار بعد نفس هذاك القطار بالضبط. انزين بس لونه غير بيكون بني. انزين ستيم
هذا القطار نختار لون بني، نضيف القطار بني باسنجر، بنضيف 6 عليه من هذا، 1 2 3 4 5 6، ونشتريه ونحطيه على صاحية فيصل. طلع نايس. انزين احب اسوي خط ثاني، مشكلة كيف بيصير هني انا ما اعرف. انزين نسوي بعد خط، خط ترين من هني لين وين؟ هني. هذا ترين، صحيح، يوكوهاما. اوكي وبنسوي نفس القطار. حكيفهم هل بيطلعون فايدة ما يطلعون فايدة، ترى انا ما اعرف هل بخسر ما بخسر. انا مسوينا يعني على شوي سجية. نزين اخضر 1، بنحط 6 من هذا، 2 3 4 5 6، لا هذا مش 6، هذا 6 بس، هذا 11 مليون ومعنا عندنا 6 مليون. هذا انا مشكلة ثانية ترى، لأن وايد قاعدين نصرف أسرع من احنا قاعدين فعليا نسوي شيء، هاي مصيبة. زين خلينا نشوف هل في حركة، في حركة من هني لين هني، في حركة من هالمدينة، او في حركة نوعا ما، يوكوهاما فيها حركة. الحين بنبدا بنقل شوي بحري، نقل كارغو بحري. هنا شو يبون؟ يبون تولز، واللي هم ما نقدر نسويه، بس عندهم نار. النار اقدر اسوي جسر، اجيبه هني ولا اجيبه هني واختصر له درب هني. والله بعد اختصار اكثر عقب هذا ما في الصراحة. هاي مصيبة ثانية. زين مطار خليل كم فيه؟ يبالي خط سيدا اصلا للمطار خليل على فكرة. موضوع شوي في يعني، تشوفوا هني خليل ايربورت الحين قام يحتاج شوي ناس، مع اني شليته منه لسبب اني حسيت انه ما يحتاج ناس. تشوفوا شليت منه فتي ام تي اير تو خليل، بنشل 2 بنحطيه تو خليل ايربورت خلاص، لان اظني في استوت زحمة هني مرة ثانية. الزحمة هاي راح تسوي لنا مشاكل. لحظة خلنا نشوف كم واحد فيها، 104. الحين بخفف الزحمة الجوية شوي، اخلي الناس اللي تبي تسافر ارخص على القطار يكون في سلسلة قطارات، فشوي بيبدا عندنا تعقيد يمكن من هالحلقة شوي، ويباله شوي وقت وصبر. الحين اساس ان هذا الخط مثلا، خلينا نشوف، شوف مثلا نفتح القطارات بنسير على اساس ان شوفوا جنرال تصاحب هايل، هاي بتمو خسرانين. ترين خليل تو وين هذا؟ تو كوانزو. هذا خسران من زمان ولا تعدل، مع ان كوانزو قعدنا نكبر فيها لين تعبنا صراحة، صراحة حقيقة نتكلم يعني. بس الحين يبالنا ترين من وين لوين؟ ترين خلينا نضيف خطوط اول شيء. لحظة ترين هذا لين يوكوهاما، هذا لحظة ترين فيصل تو يوك يوكوهاما يعني. اوكي هذا بعد خط يعني وايد اوكي بيكون، لان هني بس اللي عندهم حاليا مواصلات داخلية صراحة يعني، ما عاد هاي ما في حد عنده مواصلات داخلية انه يسافر. لا هاي اللي عندهم بس، هاي تعرفون شو يبالهم؟ نشتري نحطي محطة، مش محطة بحطي وقفة بس. وين صار؟ لحظة بلدنجز وقفة لهذا، نسوي 1 لين عقه على هذا، على هذا دايركت. اوكي فيصل ترين بس. اوكي بنحط عليه باص، اكثر من باص على الاغلب، نحط عليه باصات. لحظة ما بشتري مهنة بيها كل ويت ويت. انا هذا شو مال ترام، وعندي مال سيارات، هذه مال سيارات باي فيهيكل. منزل خلينا نشوف باص نقل ركاب 10 8 10، بناخذ 3 تشوف اذا حد يبي يروح، لان يمكن مواصلات الداخلية وايد تفرق. بعد شوي على ارخص هذا يعني، شوية شوي نوعا ما على ارخص نوعا ما. منزل
هل شغالين عدل ترى مدينة فيصل ما شاء الله نموها حلو يعني، لأن الحين بعد لا تنسوا أن قطارات قامت تزيد، فإذا القطارات بدأت تطلع فائدة نحن نتكلم عن فائدة كبيرة. بس الحين مثلا طيارات شو وضعهم؟ ترى هذا خسران تي ام تي اير زين، فحولناه شوي تو غيرت الخطوط. عندكم الشحن بعضهم خسران بعضهم ربحان بعضهم يطلع كوست ماله، هذا بيطلع الحين فلوس عادي، شكله خسر مرة مرتين بيرد يطلع فلوس زين. بس هذا خسرانين الاثنين، فببيع واحد مانج فيهيكل، ببيع سفينة واحدة اوكي، على اساس سفينة واحدة تكفي اصلا نصور من هنا الى هناك، ما يبون اكثر لان الزحمة قامت تستوي على المطارات، الناس تحب المطارات يا جماعة شو السالفة زين. اكثر على مدينة خليل يطيرون، الزحمة جاية من سكتون ايربورت، ما في سكتون ايربورت، الزحمة رايحة مدينة فيصل هالمرة مش جاية، بس استوى هني في قطارات لأن بعد استوى موضوع ثاني. انزين خلينا نسوي ابجريد حق المكان هذا اول، نحط فيه محطة باصات هني اوكي، ونحول محطة الباصات هاي الى ترام. طبعا الترام ما بيكون نفس هذاك يعني اخبركم زين، خلي لف لف حول المدينة ونحط وقفات، وقفة هني وقفة هني وقفة هني وقفة هني، بيغطي المدينة كامل انزين. هذا بيكون واحد اثنين ثلاث اربع خمس، ومنها ما دخل الزحمة في نص المدينة هذا. نحن شو سمينا ذا جنرال ولا جنرال هني؟ اوكي بسوي ذا جنرال، ذا جن نقطة ترام اوكي، ذا جنرال ترام. الحين شو راح نحطي له؟ نحطي له محطة باصات، محطة باصات، محطة ترام، بنحطي له 3 ترامز يمكن مبدئيا، اذا حسيت في ضغط بنغير بنزيد ما عليه، بس احنا ناس محتاجين يتنقلون يعني صار. بس واحد راح هني خذ رفه، هني في خمسه وياين كم؟ اثنين يعني ما في زحمه، هني عندهم مواصلات بيون اكثر، هني عندهم مواصلات مفروض بيون اكثر بصراحه. بس الحين ابى اوديهم من صاحي لمنو، ابى اخلي هاي المكان ملتقى طرق نوعا ما زين. خلينا نشوف شو السيارة اللي كنا مسوينها الحين وين صارت زين. قلنا نبغى لون اخضر، اخضر بنضيف قطار بنضيف باسنجرز بنضيف ستة ولا اقل عشان فلوس ستة، والله حرام فيهم ستة مو صدق، ثلاثة اذا استوت زحمة اكثر بنسوي زين. ترين صاحي يوكوهاما طلع القطار، معناه طلعات مالنا عدلة ما عندنا مشكلة، بيروح ليه هني وبعدين بيرجع هناك بيحصل له طريق، بس بيطلع بالعكس لورا ايوه، بعدين بيرجع على طريقه. بنسوي شيء شغلات نقدر احنا نتحمل تكاليفها يعني، لانه وايد احسسوا قطارات كبيرة قبل لا احتاج واقدر ابدلهم بكل سهولة ترى زين. الحين عندك قطار واحد ترى يطلع فلوس بس، وفي محطة احس اني لازم الغيها اللي هي هاي، افكر الغيها الصراحة اخليها كارغو ولا شيء احسن، احس انه ما منه فايدة الصراحة، بس قاعد تخسرني فلوس من متى هني كان مشروع بس ناجح الصراحة زين. هذا معناه الحين مرحلة انتظار شوي لان يبدأ يطلع فايدة، ولا لان تبدأ الناس تتحرك عن طريق المواصلات اللي سويناها حقهم، بس اتوقع انهم بيتحركون لان هاي ما عندهم موارد يبون يطلعون صح. نقدر نسوي بعد هني ترى شحن، او اني بلهم تول سريع من هني على فكره، تبغى تشوف التول لان شيء هني وشيء خشب، هذا يحول خشب اني بله هني
رجعه مرة ثانية. وين هذا الشارع؟ صبر هلا نسوي لهم صناعة على الطاير. زين اوكي خلنا نسوي لهم صناعة خشب. الخشب يرجع هني والتول ممكن نسوي له شارع دين منو دين المدينة. اوكي وين يبون تولز هني؟ هني يبون تولز على طول. نايس. فشو بسوي؟ بسوي ما في حلقة خلصت. حلقة خلصت وانا اتشاور. المهم اشوفكم في الحلقة القادمة على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.